سريعه في التحكيم. اه في التحكيم بس اجري بقى. ده حقيقي. سريعا كده يعني كابتن سمير عثمان كان له وقعه محتاجين بس نعقب عليها. نعم. هنا احنا بنتكلم في معيار. انا ليه واقف عند الموضوع؟ لان كابتن سمير جه اتعرضت عليه اللعبه بتاعت عمر جابر التدخل، قال اصل هو نزل وبطأ نفسه. رد كابتن احمد سامي في موضوع الاسترزاد بتاعت اسلام جابر وقال الراجل فيه حفر في رجله من عمر جابر. بس مش دي المشكله. المشكله ان في لعبه التسلل كابتن سمير عثمان قال جمله خطيره جدا، قال وانا عارف ان كلامي مش هيعجب جمهور الانديه الثانيه. انا احبش المصادره. انت ليه بتصادر على راي الناس؟ حضرتك اتكلم في اللعبه فنيه. ما هو وارد يعجبني عشان مش منطقي. فلما اجي اشرح اللعبه واقول اصل ما فيش خطوط فالمشكله عند المخرج وانا مش هقدر احللها وبروح للقرار بتاع الملعب وانا اللوم كله على المخرج وعلى غرفه الفار. لا، انا لازم افهم. لان يا كابتن سمير حضرتك كنت بتخرج لسنوات ما قبل الفار وما قبل الخطوط، كنت بتحلل لعبات هي اصلا مش موجود فيها خطوط فار. ده بالعكس، ده دورك اكتر بالنسبه لي كمتلقي او كمشاهد هي اللعبه اللي ما فيهاش خطوط فار، لان الخطوط دي احداثيات بتتحط. فانا هقول رايي في ايه. هو حضرتك بتشرح لنا الواقع. انما اللعبه اللي ما فيهاش ده مفترض انا انتظر رايك وانتظر ان انت تقول ايه، مش تقول انا مش هقدر اقول رايي. طب انا هفترض ان ده معيارك. عشان كده بقول لك ما تصادرش على الناس وتيجي تقول اصل انا الجمهور مش عاجبه كلامي. ده انا برد حضرتك بالمنطق اهو. انت يا كابتن سمير ده المعيار اللي انت حاطه لكل التحليل بتاعك؟ لا. في كوره الاهلي وطلائع الجيش، في الموسم اللي ضاع من النادي الاهلي الدوري بسبب الكوره اللي تجاوزت خط المرمى، واسلام جمال ابراهيم نور الدين كان حكم الساحه، واسلام جمال شالها من جوه الجون واحنا قلنا ده هدف واتقال لا الكره ما اتحسبتش هدف وضيعت الدوري. مين اللي كان في الاستوديو التحليلي للتحكيم؟ كابتن سمير عثمان. طب ما حضرتك بنفس المبدا ده كنت تطلع وتقول انا ما عنديش التقنيه اللي هي تجاوز خط المرمى بتاعه الكره فانا مش هقدر اقول راي. لا، ده كابتن سمير عثمان طلع ورسم، قال ده 3D وراح عامل خط كده كل جمهور الاهلي فاكره طالع كده وصائد، تحس ان حضرتك نازل علينا صاروخ، وراح قايل الكره ما تجاوزتش خط المرمى وكان هو الوثيقه اللي بتقول او بتثبت ان الاهلي ما كانش له حق في الهدف ده. طب ما حضرتك عملت ده. فلما تيجي دلوقتي تحط معيار تاني وتقول لي انا مش هحلل اللعبه دي، هو حضرتك مين فيهم؟ كابتن سمير عثمان كان دايما يقول للحكام حبوا نفسكم اكتر من اي نادي. فانا اتمنى ان هو يفتكر الجمله اللي كان دايما بيقولها للحكام. بس طيب. هنا نقطه كابتن شوبير. هو الامانه كابتن سمير عثمان على مدار تاريخه التحليلي اخطائه قليله. ده صحيح. وهو قال جمله هو صريح. قال جمله في اللقطه دي تحديدا، قال هنا في اهمال، اما اهمال من المخرج او من حكم الفار او من الايفار. انا شايف برضه يا كابتن ان كان في اهمال من حضرتك في تحليل اللعبه دي. وهو يتقبل لان هو شخص يعني واضح جدا. بالظبط. ولكن هو عمل الادوار دي كتير فعلا، بل بالعكس يا فارس، ده حل اللقطات كان فيها خطوط فار وقال عملناها عندنا على التقنيه عندنا وكان الخطا من حكم تقنيه الفيديو. دي همسه عتاب كده. بالظبط. هو رجل. لكن الاصعب بقى يا كابتن هو الكابتن احمد الشناوي. بعيدا عن اهلي، بعيدا عن زمالك حتى. مباراه الاسماعيلي وسيراميك كليوباترا. طلع بعد المباراه مباشره في لمسه اليد اللي حصلت داخل منطقه جزاء سيراميك كليوباترا، مدافع بيلعب الكره بدماغه جت في ايد مدافع زميله، الاثنين مع بعض في نفس الكره. قال بوضوح شديد ان الكره مبرره والقرار ليس ركله جزاء. طلع نادي الاسماعيلي اعترض بقوه وبيان رسمي، عمل مداخله ثاني يوم. قال حاجه انا مش قادر استوعبها وواقف عندها لغايه دلوقتي. قال ربما الناس فهمت كلامي بشكل خاطئ. فقال له ازاي بشكل خاطئ؟ قال له لا، الكره دي الايد غير مبرره والقرار الصحيح ركله الجزاء. على فكره ما فيش ما يمنع انك تحلل غلط وانك ترجع تاني تقول انا اسف انا اخطات في التحليل. الله ينور عليك يا كابتن. بس هو قال لا، يا ريت قال ده. لكن هو قال ايه؟ الناس فهمت كلامي غلط. ما انا عشان كده بقول لك كان الافضل يطلع ايه؟ يعترف بالخطا. انا يطلع ايه؟ اخطات في التحليل. اللعبه الاولى شفت اللعبه اكتر من مره، انا تعجلت، انا تسرعت.